السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. لازال الكلام كلامنا مستمر في سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة اليوم السادس، الحلقة 11 إن شاء الله. النهاردة الصبح اتكلمنا عن اللكمة. طبعا أنا تعمدت زيادة العلف بسرعة، نزود كمية العلف بسرعة عشان نوصل لأعلى كمية علف في أقل وقت ممكن، لأقصى كمية علف اللي هي 3% نوصلها بأسرع وقت ممكن. وتعمدت نزود العلف بكمية كبيرة بحيث لو لما تحصل معايا حالات لكمة، عشان هتحصل، أنا عارف 90% إنها هتحصل معايا حالات لكمة في آخر يوم. امبارح وصلنا ل 11 و11، يعني 22 كيلو علف، وفي وجبة آخر النهار أنا ما حطيتش كربونات. وجبة آخر النهار امبارح أنا ما حطيتش كربونات وما حطيتش أي إضافات. طبعا أنت لو ما حطيتش أي إضافات، وهنتكلم في حلقة مخصوصة عن الإضافات وإزاي تتعامل معاها لما تكون بتحط الإضافات يوم بيومه، تابعنا في الحلقة الجاية عشان أوريك إزاي تتعامل مع الإضافات لما تحطها يوم بيومه، يعني مش بتحط العلف الإضافات على الطن بالكامل. المهم عشان أخلي وقت حلقتنا النهاردة، أنا امبارح ما حطيتش كربوناته، وكان المفروض على الأقل تحط كربوناته، ما يتشلش الكربوناته من العلف في المراحل الاستقبال، بس انا شلت. حصلت حالات اللكمه النهارده، حصلت حالات اللكمه النهارده عشان اوريك تعمدت ان تحصل، عشان اوريك هتتعامل معاها ازاي. مفيش منها خوف طالما الزياده تدريجيه، ولو كانت التدريج سريع شويه حصلت لكمه، بس ما عنديش اي مشكله، مفيش منها اي خوف. وهوريك الغنم، وريتك الصبح رميت العلف ايه اللي حصل. انا حطيت الصبح 2 كيلو علف بس، طبعا راجع السلسله عشان تبقى متابع معايا. حلقه الصبح حطيت 2 كيلو علف فقط لغير، ما زودتش علف، والدريس اهو قاعد برضك كمية دريس كبيرة قاعدة لسه، أنا لسه جاي ما حطتش حاجة، والغنم واضح عليها الخمول، الغنم أغلبيتها واضح عليها الخمول، ما أكلتها مش هتبقى كويسة، والإسهالات واضحة، وهنوريك دلوقتي كل الإسهالات على الأرض، وفي إسهالات على الغنم نفسها، هنوريك ده كله مفيش منه أي مشكلة. اللكمة الشديدة هي اللي فيه منها خوف. اللكمة المفتوحة يعني علف مفتوح وخروف دخل مش متعود على العلف، ودخل كل لما شبع، لما ملى بطنه علف ويشرب المية خلاص بتجيله لكمة الموت، ملاش أي علاج غير السكينة. أما إحنا هنا لكمتنا الحمد لله خفيفة، بدون أي علاجات، بدون أي أدوية. أنا مش هستخدم أي أدوية إن شاء الله. في حاجة اسمها لكسافيت، في لكسامون، في تيربوديجست، في بلوتريل، في حاجات كتير بتبقى لللكمة، أدوية بيطرية كتير لللكمة، بتشتريها وتجرحها في الفم، ملح بتدوبه في المية، عبارة عن بودرة يعني بتدوبه في المية وتشربه في الفم، بس أنا بدون أي مصاريف، لأني عارف اللكمة الحمد لله خفيفة. اللكمة طالما الغنم واقفة نشاطها حلو مفيش مشكلة، مفيش نوم على الأرض. اللكمة الشديدة الخروف بينام على الأرض ما بيقدرش يوقف، بينام ما بيقدرش يوقف، وما بينامش النومة الطبيعية زي كده، شايف دي النومة الطبيعية بتاعت الغنم. شوف أول ما حركها هتقوم تجري، ما فيش اي مشكله، لكن الثانيه بتبقى نايمه على جنبها كانك هتذبحها. شفت لما تيجي تذبح الغنم بتبقى نايمه على جنبها، فارده رجليها تقوم فيها، ما بتقدرش توقف، تقوم بالعافيه. دي خلاص ملهاش حل غير السكينه، وصلت المرحله دي ملهاش حل غير السكينه، وان شاء الله الحمد لله ما فيش حالات عندي من دي، الحمد لله عمرها ما حصلت عندي الحمد لله، وان شاء الله باذن الله يعني مش هتحصل الا لو غلط وجايه غنم جديده دخلت على العلف غصب عني، دخلت اوضه العلف وكلت علف غصب عني، لكن حكيت ان انا احط لها علف لكمه الموت دي ان شاء الله باذن الله، باذن الله يعني عمرها ما تحصل معايا ان شاء الله، ولكن الا لو كانت غصب عني، الباب اتفتح لاي سبب من الاسباب ودخلت اوضه العلف وكلت زياده عن اللزوم. المهم ادي الغنم ملكومه، هوريك طبعا. شوف اللي قاعد في الشطار ده، تبقى عارف الغنم الملكوم مش ملكوم، خلوه شوف اللي بيشطر اللي بيمضغ في الاكل دي الحمراء دي، ايه دي قد اشترار، واقفه اشترار يعني واكله والكرش شغال، شايف بتمضغ في الاكل هي واقفه، ده اشترار. شايف دي بتشطر نفس النظام، بتشطر معناها الكرش سليم مفيش منها اي لكمه، دي بتاكل الكرش شغال تمام. في حالات هنا جز على السنان، اسمع بس، انا لما تحصل عاوز هدوء عشان تسمع. الاول هوريك شكل الاسهال، شوف الاسهالات دي لسه دلوقتي نازله اهي، وشوف دي على البلوك، ده كله من علف. اسمع انا عاوز اسمعك الجز على السنان من الوجع، وجع اللكمه، هسكت دقيقه بس عشان اسمعك الصوت.
للأسف سكتنا بس الصوت ما حصلش. لو هيحصل الصوت هنسمعك على طول، هنسكت ونسمعك الصوت. المهم كده دي لكمة أنا ما تعملش معها. شوف بردك الإسالات جاية على الغنم اهي، وهي قاعدة بتسيل منها، بتنزل على أي غنمة قاعدة جنبيها، فما فيش منها أي مشكلة، فيش منها أي خوف. اللي قلنا إننا امتنعت عن العلف الصبح، وهوريك دلوقتي طبعا عملي بردك بالمرة. ادي هما اقل من 2 كيلو علف الصبح كنت مالي، دي بتشيل 2 كيلو علف، اقل منها اهي. اسمع الصوت، ان شاء الله كده تكون سمعته كويس، لانه حصل مرتين اهو. ده جز على السنان، وجع من اللكمه، ده وجع عموما، بتبقى اي وجع عموما الخروف بيجيله بيحصل جز على السنان ده. انا عارف الجز ده من اللكمه. شوف معايا العلف، بص فيه بواقي، فيه بواقي ناعمه من العلف. الطبيعي عندي العلف ده بيتمسح بالكامل، بيبقى بالشكل ده كده، بتبقى اطواله بالكامل بالشكل كده. لكن شوف فيه بواقي علف، لان الغنم، بص شوف انا ماسك العلف اهو، الغنم مش بصه، مش بتجريش خالص. هوريك بعد ما تخف اللكمه اللي هيحصل. شوف، وما فيش علف الصبح، ما فطروش علف، وادي العلف اهو، تعمل الصوت ده ماسك الغنم كلها تجري وتهيج تخش عليه. هنوريك وتابع معايا ان شاء الله بعد ما الغنم تخف هتبقى عامله ازاي. ما تخافش وما ترتبكش، مفيش اي مشكله، تستدعي الجري وتجيب علاجات وادويه. دي لكمه تعتبر معايا خفيفه، مش لكمه الموت. اهو شوف معايا، هنحط العلف، الحالات اللي ما اتلكمتش هي اللي هتخش على العلف. زي ما قلنا دي ما اتلكمتش، دي جايه واقفه على العلف، ما تخافش. شوف الدخول، دخول بطيء خالص خالص، رغم من الصبح ما حطيتش علف، من الصبح ما تمتش إضافة علف، ما حطيتش علف خالص. المفروض كانوا بيجيبوا هجمة أشد من كده. نص الغنم تقريبا ملكومة اهي، شوف نص الغنم، بص اللي دخلوا هم اللي مش ملكومين، أما اللي ما دخلوش هم. دي لكمة قلنا بتحصل في أول استقبال الغنم، وبوريك كل حاجة عملية معانا اهو. شوف الغنم نصها تقريبا مش داخلة، واقف في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وادي 12، وفيه اللي بيبقى داخل ما بياكلش، داخل واقف بس كده. في نص الغنم بالظبط ملكوم. هل في مشكلة؟ هتخاف؟ لا لا مفيش مشكلة، ما تجريش وتجر أدوية. بس برجع وأكرر عشان ما حدش يعلقها في رقبتي، دي لكمة خفيفة، أنا مدرج العلف تدريج واحدة واحدة، يعني ما حطيتش علف في زاد. عارف ان في اكتر من كده لكمة اشد. شوف الارضية، بص الارضية لما بمسح الشبشب من الفضلات بتاعتهم كلها بإطارية زي فضلات البهايم. شوف الاول كنت تمشي على الارض ناشفة، شوف كده كلها فضلات. فطبعا قلنا العلاج لو عاوز تعالج قلنا في ادوية كتير في البيطرية، في الحالات الشديدة، في الحالات الشديدة. طيب ممكن تعمل ايه؟ انا عندي كربونات، لو حالة مش عاوز تشتري، انا شاري كربونات اهو، شاري كربونات عندي بالكيلو، قلنا الكيلو ب15 جنيه. تاخد معلقة اكل كبيرة، معلقة اكل، وتدوبها في شوية مية وتشربهم للغنم، تشربها للحاجة، الحالة اللي انت عاوز تزود بسرعة تنزلها الحموضة. يعني معلقة اكل كبيرة من هنا او معلقتين كبار، وتدوبهم في شوية مية وتشربهم. دي لو انت مستعجل. في حاجه تاني، بيكنج باودر. تعالى كده يا محمد، افتح افتح الصيدليه دي. اصبر بس. في طبعا حاجه تاني اللي هي البيكنج باودر، في ده بيكنج باودر بتاع الكيكه، كيس زي ده كده، كيس ده بجنيه، ب2 جنيه تقريبا، ب2 جنيه. ده هتاخده وتدوبه في شويه ميه وتشربه، هيفور معاك في الاول، تخليه فور وبعد كده تشربه للغنمه. لو انت ما عندكش اي ادويه بيطريه، دي حالات سريعه، مفعول الدواء البيطري اشد من كده. بس انا بوريك حاله، طالما انت ما فيش، لا هات ده احسن من قلته. لو اللكمه شديده، لو اللكمه شديده هات ده بسرعه، او هات لو عندك البيكنج باودر معلقتين كبار تدوبه وتشربهم. اي حاجه من اكياس اللكمه بيبقى فيها بيكربونات الصوديوم، اللي هو الكربونات، بتبقى موجوده فيها، بس تبقى تلت الكيس بس، فيها اضافات تانية معاها بتسرع في تظبيط الحموضه داخل الكرش. فانت ما فيش، هات بيكنج باودر، هات كربوناته، هات في طبعا اللي بيجيب سفن، اللي هي ازازه البيبسي، اي ازازه بيبسي اللي هي ال 200 مللي
وبيشربها للغنم، ما هي برضك فيها بيكربونات الصوديوم اللي بتعمل على تخفيض الحموضة في الكرش. انت عاوز تخفض الحموضة في الكرش، ده المطلوب لما تحصل لك لك عاوز تخفض الحموضة. انا ما خفضتش عنه، ما اديتش اي علاجات غير اني بحط الكربوناته على العلف بس، وعارف الحمد لله ان اللكمة ان شاء الله خفيفة، ما فيش منها خوف، الغنم واقفة، حركتها كويسة، نشاطها كويس، ما فيش منها اي مشكلة، فما فيش خوف ان شاء الله، ما تخافش، اللكمة خفيفة. قلنا لو اللكمة شديدة هتروح تجيب اي حاجة تفك بيها اللكمة، اي حاجة من البيطرية، اي لاكسافيت، لاكسامون، تربوتجست، بلوتريل، في ادوية كتير مسميات تجارية يام، اي ده اقوله للكمة او للبشمة. الحالات الشديدة قلنا ممكن تجيب لها زي كده لو انت مستعجل ومعاك مفيش بيطرية جنبيك. طبعا الغنم كلها اتحقنت، علمتها بالازرق النهاردة، كلها اتحقنت ايفوماك، حقناها بالكامل ايفوماك، وهنتابع حالات الرشح خلال 3 ايام او 4 ايام، ما خفتش تابع معانا تشوف هنعمل ايه مع. طبعا التعامل معاها اللي احنا هنتعامل معاها، احنا نسيت ده كله، قعدنا نتكلم ونسيت التعامل هيتم ازاي عشان الناس اللي ما تابعتناش الصبح. التعامل هيكون ان هنمنع العلف. انا حطيت نص كيلو، حطيت 2 كيلو بس كده عشان اجرب لكم، تشوف قدامك الغنم انها مش عاوزه تهاجم على العلف، ومن الصبح طول النهار النهارده ما فيش غير 3 كيلو علف بس. لاحظ الفيديو ده، انا ده كماله للفيديو الثاني وهنوصلهم في بعض، يعني هنشبكهم في بعض. ده الفيديو بعد الاكل بحوالي نص ساعه، شوف العلف، في علف متبقيه، في بواقي علف، لان الغنم ملكومه. قلنا التعامل معاها هيتم كالتالي، هنقطع العلف، مش هنحط علف خلاص. انا حاطط شويه دول عشان الحاجات اللي هي اللي ما اتلكمتش عشان ما ترجعش ورا، في حاجات متعوده على العلف، الغنم مش كلها موحده. هنحط، لو حطيت هنحط لهم 2 كيلو علف، انا كنت بحط 11 كيلو علف الصبح و11 كيلو بالليل، انا دلوقتي حطيت 2 كيلو الصبح و2 كيلو بالليل بس عشان بس الحاجات اللي الملكومه. هنحط العلف وهنستكفى بالدريس قدامهم بس، هنستكفي بالدريس فقط لا غير، هنعيد مع الدريس. يعني النهارده كده طول النهار من 22 كيلو علف هننزل ل 4 كيلو، 2 كيلو الصبح و2 كيلو بالليل، حاجه بس الحاجات اللي ما اتلكمتش، اللي هو اللي اتلكم ما بياكلش العلف، هياخد يومين ما بياكلش العلف، ياكل دريس، ياكل اي حاجات ناشفه، ما ياكلش العلف، اي خضره، اي دريس، انما العلف مش هياكله، هيقعد يومين وهتفك طبيعي ان شاء الله. طالما الغنم فكت وجالها اسهال كده ما تخافش، دي كده فكت اسمها، دي كده تعتبر فكت خلاص. انا مش عارف الصوره وضحت ولا لا، ايه شايف الاسهال، طالما فكت ما فيش منها اي مشكله خلاص. هتاخد يومين بس قطع الاكل، وهي التانية كمان اهي واضح. فطالما الحاجة فكت اهي، فكت مفيش منها اي مشكلة، هتاخد يوم او اتنين هنخفف العلف لغاية ما الشهية ترجع تاني والكرش يبدأ يشتغل تاني من جديد لوحده، اللكمة مش لكمة الموت ان شاء الله. هنستكفي بالدريس اللي هو اليوم او يومين، وهنتابع مع بعض، وهتشوف لما نبدأ لما يخفف خلال يومين وهنحط العلف، وهتشوف الشاي هترجع تاني ازاي بعد كده خلاص. بعد ما بيرجعوا افتح علف براحتك خالص، ما تخافش من اللكمه، لان خلاص اللي اتلكم اتلكم، وان شاء الله هتبقى الامور تمام معاك. بس عشان الجزء اللي ما اتلكمش، عشان ما تمسكش في الجزئيه دي وتفتح العلف، تروح بعد ما يفتحوا العلف يرجعوا تاني ياكلوا في العلف، لان في قلنا في بتاع 10 بياكلوا في العلف ما اتلكموش، فتروح انت تلكمهم تزود مره واحده، لا هاي برضك هنزود تدريجي، بس في خلال يومين هنكون وصلنا لأعلى كمية علف إن شاء الله. وتابع معايا بالتفصيل إن شاء الله، هتعرف كل حاجة بالتفصيل بالصوت والصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.